الحاج سيد الخيار رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. هذا الرجل كان مؤلفا لهذا المسجد متطوعا دون أجر، وكان يؤذن في اليوم في 5 مساجد، وكان يؤذن لصلاة الجمعة كل جمعة. فقضى حياة طيبة طويلة قلبه متعلق ببيت الله عز وجل، فنحن نشهد له بهذا الخير. والثاني الحاج كامل طنطاوي رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جنته. كان من رواد هذا المسجد الأساسي قبل مرض. هذا الرجل يشهد له الناس جميعا بحسن خلقه ومعاملته وطيبته مع كل من حوله. جيرانه في العمل يمدحونه ويثنون عليه، وجيرانه في بيته يمدحونه ويثنون عليه. فرحمه الله رحمة واسعة. وتوفي أخونا عم عبد وصليت عليه صلاة الجنازة في هذا المسجد. كان رجلا حسن السير والسلوك والأخلاق النبيلة ومن رواد المساجد، ولا نعلم عنه إلا أنه كان يحب الله ورسوله. كان لا يفعل شيئا من مقام الدنيا، لكنه كان يحمل قلبا رقيقا طيبا محب لكل الناس. وأخونا أخت أخونا إيهاب كانت أيضا من رواد هذا المسجد، ومن امتنع عن هذا المسجد إلا لمرضها أيضا. فالجميع هؤلاء كان من رواد هذا المسجد، وكل مكان صليت فيه بكى عليك يوم موتك. بل إن الأرض والسماء يبكون على كل مؤمن كان قلبه معلق ببيت الله تبارك وتعالى. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا يعملون. لكن المؤمن يوم أن يموت المكان الذي سكت فيه يبكي عليه، والمكان الذي السماء كان يدخل منه عمله يبكي عليه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته وقدرته على كل شيء أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا وامسلهم من خطاياهم بماء وثلج وبرد. اللهم شفع فيهم الصلاة، وشفع فيهم الصيام، وشفع فيهم القيام، وشفع فيهم